أسعد الله أوقاتكم بكل الخير. أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من برنامجكم Arab Americans Life مع رانيا محمود. منحب نقول أهلا بكم مع شروق الشمس وغروبها، أهلا بكم بعدد النجوم وجمالها، أهلا بكم مع موج البحر يرسي على شواطئها، وأهلا بكم بعدد قطرات الندى على الورود وأزهارها. رسالتنا من القلب إلى القلب، وتذكروا دائما أننا معكم وبكم سنكون ونبقى الأقوى. Better together. ابقوا معنا. أهلا وسهلا فيكم. طبعا منحب نذكر أنه اللي ما بيقدر يتابعنا لايف على الفيسبوك بإمكانه أنه يتابعنا على Waves Radio وعلى اليوتيوب Arab Americans Life. وأيضا منحب نذكر أنه أي حد بيعمل لايك وشير للحلقة بتأهل أنه يدخل معنا السحب للربح بجائزة بقيمة $100. رح نعلن عن اسم الفائز للحلقة السابقة بخلال حلقتنا، فتابعونا حتى النهاية. اليوم معنا ضيف سوري عريق، صوت رائع وفخم وضخم. رحبوا معي بالفنان كليم عيسى. هلت ليالي الفرح نور المحبة لامح، أجمل ليالي العمر ليلي نحيها، وغنى نشيد الوطن البلبل الصداح، ولما عرفنا مع أحباب القلب جينا. ويا غايبين ارجعوا، غالي الوطن اسمعوا صوت العتب عالي، محلى الوما بالوهم، وما أحلى العيش في يوم، محلى الوما بالوهم، وما أحلى العيش أنا الحيهم قبل العشاء بنيت فيه، ولقيتهم نايمين وسراجهم مطفي، مديت ايدي عالكرم اكتف انا قاطفي، شفتني بنت ابنيهم صاحت يمه يمه حرامي، يوم احلى الوما بين وهما، وما احلى العيش نجمات السماء طلعوا ثلاث نجمات، واحدة خايض بها القمر واثنين مقهورة، وعديت نجمات السماء طلعوا ثلاث نجمات، واحدة خايض بها القمر واثنين مقهورة، وحسيت بحال الأسى حالي بالذات، هيهات شي نسمة مسا رد الولف، هيهات
عين مدام حرك فرق شرقا على الغرب يا ابو قمر فرق يا ليل ما عدلك سبب دلعين ندم حرق فرق شرقا على الغرب يا ابو قمر فرق موال بحال كتب على لوعه الاشواق مكتوب بحروف العتاب ودمعة الأشواي يا قعدت نجمات السماء طلعود لك نجمات واحدة خاطب هالقمر واثنين مقبورة وعديت نجمات السماء طلعود لك نجمات واحدة خاطب هالقمر واثنين مقهورة حسين بحال الأسى حالي أنا بالزان هيهات شي نسمة مساء ترد الولف هيهات هيدي هي أحلى خبرية أهلا وسهلا فيكم رحبوا معي بضيفتي الأستاذة جورجينا الحسرون وهي خبيرة في معاملات الهجرة أهلا وسهلا فيك جورجينا نورتينا أهلين رانيا ياميت أهلا فيك وشكرا كثير للاستضافة الحلوة بهالبرنامج الحلو وشكرا لكل القيمين على هالبرنامج تسلمي شكرا كثير على وقتك I know أنه أنت سقتي بترافيك كمان اليوم توصلتينا فيعني بنشكرك كثير حبيبة قلبي جورجينا عم بوصلنا كثير أسئلة طبعا الهجرة بحر واسع جدا ومعاملات الهجرة كثير كبيرة وعويصة فيعني حابين هيك اليوم نحكي معك بشكل عام وممكن يعني نسأل أكمل سؤال من الأسئلة بتنطرح كثير من الناس فترة كورونا هذه غيرت الدنيا كلها تقريبا يعني كل شيء ما ضل شيء مكانه شو صار بالسفرات؟ رانيا هذا السؤال يمكن بنسأله كل يوم بالوات والماسنجر وبالكومنت يعني كل المتابعين بيشوفوا نفس السؤال لأن كل العالم منتظر فتحة السفارات هلا السفارات بالنسبة لفتحة السفارات كل سفارة رح تفتح بوقت شكل لأن بسبب كورونا يعني أمريكا عطت حرية الفتح احترام لكل بلد حسب كيف عم تتعامل مع كورونا فيروس بقى كل واحد أنا بنصح أي واحد عنده معاملة مع السفارة عم ينتظر مقابلة عم ينتظر إعادة مقابلة مثلا مقابلة تانية أو فيزا أو يتواصل مع السفارات هو مباشرة بليز إيميلات أنا من فترة حكيت مع متابعيني لأن متابعيني بيعرفوا وإحنا متابعينك طبعا يعني أنا عشان هيك بس هلأ متابعين البرنامج نعم. جداد يعني بيصير أول مرة يعني جورجينا منحب نوضح إنه very active على الفيسبوك وبتطلع كل فترة وفترة فيديوز تشرح تفصيل عن الأحداث اللي عم بتصير تطورات اللي متابعينها يعني وأنا بنصح الجميع إنه يتابع جورجينا لأنها بتعمل المواضيع بطريقة سلسة وسهلة وسهلة الفهم والتطبيق كمان عشان ما يصير في confusion بالضبط so,
تابعوا جورجينا على الفيسبوك. ثانك يو رانيا دعاية. بس هو هذا هدفي انا وقت بنزل اي فيديو او بوست حتى مكتوب، يعني في غير مكاتب مثلا بينسخوا نسخ وبحطوا، انا انه انا بحطه بالطريقه حتى العاميه المحكة يا حتى يكون كثير سلس انه ينفهم، ما يكون صعب عليهم أكيد. الفهم لان صعب يعني قوانين وهيك او معاملات او يا كثير صعب كبير فعلا. بقى بحاول ان اسهل طريقه اوصلها للعالم، والحمد لله انه عم بتكون طريقه صح، يعني عم توصل الافكار كلها صح. بنرجع للسفارات انه فتح السفاره، نحن هلا في سفارات عم تبعت ورا معاملات، يعني مع اصحابين معاملات اللي مثلا عملوا اول مره والثانيه عم ينتظروا الفيزا تبعتهم عم تبعت لهم، بس هي لحالهم معاملات الاميجريشن هي اللي عم تنقيها وعم تبعت وراهم، السفاره هي اللي عم تنقيها وعم تبعت ورا الشخص يعني. بينما وقت بنقول انه فتحت السفاره فتحت لكل المعاملات كل yeah. يعني الاميجرنت والنون اميجرنت، يعني اللي له دور هجره او اي نوع من انواع الهجره او عن طريق فيزا سياحه او دراسه، هاي النون اميجرنت يعني ما بياخذوا اقامات، بس وقت بنقول انه فتحه السفاره بتكون لكل المعاملات. بس هلا حاليا في كم معامل، يعني السفاره عم تبعت ورا عالم بس طبعا ما انا فاتحه باي ابوينتمنت بمواعيد خصوصي يعني بس اللي ما بيجي موعد سوري بس اللي ما بيجي موعد انا بنصح دائما ضلوا تواصلوا مع السفاره، بدل ما تسالوني لالي ايه مدى تفتح سفاره بعثوا لهم لقلن انه نحن عندنا الكيس رقم كذا كذا، انه شو صار معكم، نحن عم ننتظر الفيزا، نحن عندنا اساس موعد ثاني التغى الموعد بسبب كورونا، يعني اشرحوا لهم دائما حطوا اول شيء رقم الكيس وبعثوا لهم الايميل بالموضوع تبعكم وهن بيردوا عليكم، يعني اكيد الخبر الاكيد بفتح السفاره رح تاخذوه منهم هن، لان كل بلد رح تفتح سفارتها بتاريخ بيختلف عن الثاني. ان شاء الله خير، يعني ان شاء الله انه يعني هالسنه مبشره مع انتشار اللقاح، يعني يا ان شاء الله يا رب ان شاء الله ترجع الدنيا والناس تقدر تسافر وتطلع مثل قبل وترجع الحياه طبيعيه، يعني بنتامل انه بالقريب العاجل ان شاء الله يا رب. اكيد من الاسئله اللي بتنطرح كثير جورجينا واللي انا بسمعها شخصيا كثير، انه الشخص اللي معاه جرين كارد لمين بيقدر يقدم معاملات الجنسيه، مين بيقدر يستضيف او يقدم من اهله، يعني هل هي الفيرست ريليتيف مثلا الاخ الاخت، او هل بيقدر يطلع عن هيك انه ابن عمه ابن خالته وريفر؟ تعطينا معلومات اكثر عن هذا الموضوع. السؤال كثير حلو، ثانك يو رانيا. لان بنسال كثير وفي عالم هلا بدي اعطي نصيحه على هالسؤال هذا، فهمانين الموضوع غلط. اللي هو الاخ اين احسن نسجل، عن طريق اخونا ولا عن طريق ابوي وامي مسجل لهم اخي؟ الكرين كارد لمين من كان ما بيقدر يجيب الا الزوج الزوجه والاولاد تحت ال 21، اولاد الفوق ال 21 العزابيه. بليز اذا اخر سنه بدورك ما تتجوز، لازم تنتظر، لانه عن جد انه من فتره عالم تواصلوا معي للاسف ابنهم روح الدور 6-7 سنين يمكن شيء 5 سنين كان له، واخر سنه فكر انه رح تطول بشغله كورونا وهيك رح اتجوز، بعد كم شهر بيتواصلوا معه بيقولوا له تعال تاخذ الفيزا، ووقت اللي عرفوا انه تجوز التغى الدور من اول جديد رح يسجل لان اهله صار معه الجنسيه. بقى الكرين كارد ما بيعطي الا الزوج الزوجي لاولاد تحت ال 21، اولاد فوق ال 21 عزابيه فقط. اذا بدك تيجي عن طريق وقت اللي بيقولوا لي انه شو رايك بالنسبه للمده اين اسرع، الاهل، لانه امس في اخو لمطرب عنا هون بيقول لي نحن ما بدنا نجي عن طريق اخي، بدنا نجي عن طريق اهلي، اهل لانه مسجل لهم بدهم يروحوا هلا. قلت له اهلك ما عندهم جنسيه؟ قال لي لا هلا بدهم يروحوا بدهم ياخذوا الكرين كارد. بقى قلت له انت غلطان، لان بهيك حاله ما بيقدر، انتم عزابيه؟ قال لا نحن مجوزين كلياتنا. قلت له اهلك ما بيقدروا يسجلوا لكم لياخذوا الجنسيه. اوكي. يعني صار وقت زياده كمان، يعني صار وقت الاخ ووقت الاهل، اذا سجلوا عن طريق الاخ 13 سنه عم تاخذ يا، واذا سجلوا عن طريق الاهل يعني انتظروا لاهلهم ياخذوا الكرين كارد وبعدين لياخذوا الجنسيه بعد 5 سنين وهيك، تقريبا نفس المده. يا يعني بصير عليها كونفيوجن كثير هاي التفاصيل المهمه، يعني عشان هيك قلت لك انه شكرا للسؤال. لان كثير بنسال هالسؤال هذا، الكرين كارد حتى اذا اجى امك وابوك اذا انت متجوز ما بيقدروا يسجلوا لك دور،
لازم تسجل على دور اخوك اذا معه جنسيه. انا بنصحكم انتبهوا لهالشغله هاي. من الاشياء اللي برضه مربوطه كثير جورجينا وبنشوفها كثير يعني انه ناس كثير معها جرين كارد ولكن بتفضل انها تعيش ببلدها يعني وبيجوا يمكن مره بالسنه او مرتين بالسنه او كذا. فهلا مؤخرا عم بصير كثير في يعني ملاحظات على هدول بتوقفوا في المطارات عم نسمع عنهم. احكي لنا اخر التطورات وشو بتنصحي الناس اللي معها جرين كارد حتى تحصل على الجنسيه عشان ما يصير عندهم تاخير تاجيل او حتى الغاء او حتى انه يدفعوا يعني غرامه على خروجهم. تعطينا شويه معلومات عن هذا الموضوع. اوكي زهر كل سؤال بدي اتشكرك عليه. تقريبا لا حبيبتي هو يعني احنا لان هاد فعلا سوري يا حبيبي بس هذا السؤال كمان كثير عالم بتساله بتلخبط فيه ترجع لانه صار لها زمان هون. يعني في كثير مشاكل ورا هالسؤال هذا انه ما بيعرفوا شو الوضع. صح. هلا اوكي بشكل عام الجرين كارد هو اقامه دائمه هون. يعني انت لازم تكون عايشه بامريكا. صحيح. بحق لك تطلعي بالسنه 6 شهور مو اكثر من هيك. 6 شهور الا نهار طبعا بيكون احسن. بس قطعت ال6 شهور لازم يعني ما بيعملوا لك شيء. هو لحد السنه طبعا بعد ال6 شهور مخالفه. لحد فوق السنه بتصير عاد مشكله. اوكي بس كثير مخالفه شوي ومخالفه كثير بقى وقت اللي انت بتضلي بس 6 شهور هيك نظاميه. بس ما حدا بينصحك ابدا لا انا ولا غيري انه تعملي 6 شهور هونيك و6 شهور هون. لان في كثير عم بيجوا مثلا على دور اهلهم على دور اخوتهم بيدخلوا بس شغلهم بعده هونيك بالامارات بالبلاد وين من كان يعني وين كان مقيم عم يعيف شغله هونيك بيجا لهون 6 شهور او في عالم عم تيجي جمعتين زمان وبترجع بتروح. بالضبط هي هون عم بتصير المشكله. بالضبط هلا اذا اجيت 6 شهور رحت ورجعت وهيك ما كثير مشكل قد انه اذا بتيجي جمعتين لتثبت حضورك وترجع تروح مشان طبعا. وانت حكينا يعني انا شوي انا وياك يعني بالكواليس انه حتى هدي انت وبختك يعني في ناس بنسمع الناس كثير غابت سنين ودخلت وما كان عليهم اي اشكال وناس غابت 6 شهور ويوم ووقفوهم للتحقيق. فيعني برضه انه الناس عم تاخذ كثير تشانسز واحنا يعني بس حبينا نوضح انه مش هي هيك الرول. بقول انه هي 6 شهور الا بالضبط يعني هو دائما هلا بامريكا انا بقول لهم بامريكا وخاصه بعد ما صرت اشتغل بمعاملات الاميجريشن يعني صرت عن جد الاميجريشن حظ يا جماعه اكثر من قانون. يعني القانون ما لا يعلى عليه بس الحظ عن جد بيلعب دور كثير هون بامريكا. بقى بالنسبه للي عم بيدخلوا وقول لهم عم بيقعدوا كثير هنيك ويرجعوا هدول اللي عم بيروحوا سنين هدول ما بيقدروا هون. هلا في كثير بيقولوا لي انه صرنا سنين نحن هون ما عاد نقدر نرجع. لا كل شيء في عن بالكرين كارد في بالاقامه مده الصلاحيه ما بيقدروا يمنعوك من الدخله. اوكي عرفت بس انه بيقدروا بيحققوا معك بيقدروا بيحاولوك بيهددوك انه مثلا يسحبوا الكرين كارد يعطوك فيزا بدالها فيزا سياحيه بيقدروا يدفعوك غرامه بيقدروا يعني كمان برجع بقول لهم انه وقت اللي بيدخلوا انت وحظك مع الاوفيسر وفي منهم مثل ما قلتي بيدخلوا من عدم يقولوا لهم شيء ابدا. يعني انا امس في واحد قال لي هيك قال انا بدخل دائما بلا مشاكل بس زلمه كبير بالعمر ما يعني ما لفت انتباههم يمكن او يمكن الاوفيسر بهذاك الوقت ما يعني انه اوكي يعني نمره او شيء انه حظه حلو. بالضبط بقى مو دائما مثل ما بيقولوا بتسلم الجره مو كل مره بتسلم الجره. لا كونوا نظاميين بيكون احسن مثل ما قلت 6 شهور بحق لكم تضلوا هنيك. بس اذا بدكم تجوا لهون جمعتين على اساس انه مشان ما تروحوا الكرين كارت وترجعوا تروحوا هنيك سنه وترجعوا جمعتين وترجعوا 6 شهور يعني هاد شيء ما كويس. في عندهم مجال بيحاولوا معكم انه اذا لقطكم الاوفيسر يا سحب بيهددك طبعا بسحب الكرين كارد يعطيك فيزا بدال اختيار يعني انه يا اذا بدك حابب هو لانه في عنده في 3 خيارات في 3 خيارات او فيزا بدل الكرين كارد لانه الكرين كارد انت مقيم لازم يكون اسمك مقيم. صحيح. هلا في عالم اذا كانت مضطرين هلا في عالم بيقولوا لنا احنا اولادنا عم يدرسوا هنيك ليخلصوا الجامعات مثلا. اوكي حتى واحد اوفيسر قايل لهم بالمطار في وحده حكت لي انه قال وقت اللي انت مضطره تطلعي اكثر من 6 شهور قدموا على الترافل دوكيمنت قدموا على اذن السفر بيعطوكم الاميجريشن سنه او سنتين
هيك بتطلعوا نظاميين، إذا قعدتوا أكثر من ست شهور أنتوا نظاميين، بس كل واحد بده يقعد أكثر من ست شهور برات البلد وقت اللي بده يقدم على الجنسية ولو مرة واحدة وقت بيقدم على الجنسية بده ياخذ لون السبب، شو سببك أنت بقيت أكثر من ست شهور؟ صار كثير في تعقيدات، بده يكون يعني. يا لا سمح الله مرض، يا لا سمح الله موت، يعني شيء قاهر خلاك تبقى هنيك. ولا الله يعفي عنا جميعا ان شاء الله، وانه ان شاء الله الكل بيتبع رولز الرولز حتى ما تتعقد الامور اكثر من هيك. ان شاء الله يا رب. مواضيع كثير مهمه وشيقه، بس خلينا ناخذ بريك بسيطه فاصل ونعود، ابقوا معنا. A venue of choice for those seeking a beautiful venue to celebrate their special event. Welcome to Samara. We specialize in weddings, quinceañeras, engagement, corporate events, and much more. Our friendly and professional staff will proudly serve your every occasion. Our banquet hall can fit up to 275 guests. It is elegant and spacious. In our beautiful patio, we can host cocktail hours, small ceremonies, and much more. أهلا وسهلا فيكم مرة تانية. طبعا بنشكر جورجينا خبيرة معاملات الهجرة اللي بتهم أغلبية الناس، بنقدر نقول 99% من الناس عندها أسئلة، تساؤلات، استفسارات عن مواضيع الهجرة. طبعا نتشكرك كثير على وقتك وعلى مجهودك، وأنا بعرف أنه أنت very very active في الكوميونتي على الفيسبوك، ما شاء الله عليك. كمان برجع أعيدها لأنه أنا من المتابعين جورجينا، الصراحة ممتعة جدا، بتفسر الأمور ببساطة سهلة الفهم. فيعني أنا بشجع برضو اللي عنده أي أسئلة أو استفسار يتواصل معها. جورجينا down to earth، يعني مجرد ما رفعت التليفون قلت لها بليز جورجينا تعالي معنا على البرنامج بكل صدر رحب. أكيد أنا بخدمتكم وخدمة كل شعبنا العربي، لأن عن جد بحاجة لكتير عالم تحكي من قلب وتحكي الحقيقة. بالضبط، لأن للأسف في كتير عم بيصير، وهذه كمان حنحكي فيها. بس بالبداية في سؤال كتير انطرح جورجينا مؤخرا، وأنا كنت واحدة من الناس اللي يمكن كان عندي سألتك في هذا الموضوع، بس كنت أنا فاهمة القصة كلها غلط بصراحة، وبتشكر كتير إنه شرحتي لي، وأكيد اللي مثلي كتار. بالنسبة لامتحان الجنسية، هل في سن معين ينعفي منه الشخص من تقديم الامتحان، ولا إحنا كلياتنا أو الأغلبية خلينا نقول فاهمين القصة غلط؟ هلا في كثير بيفكروا انه في سن معين، سألت كثير هالسؤال هذا، انه ما بيقدم فحص خلص الامتحان. هالحكي لا، ما هو صح. كل العالم بدها تقدم فحص شو من كان العمر، صار عمره 10 سنين، عمره 20 سنه، عمره 70 80 يا. ولكن القانون، يعني القانون الجنسي وقت اللي بنقدم المعامله بيقولوا لك اذا عمر ال 55 سنة اللي عمره فوق ال 55 سنة معه الإقامة الدائمة من 15 سنة بيقدر يقدم فحص باللغة الأم تبعته. يعني بيحكي عربي بيقدر يقدم فحص بالعربي، بيحكي إسبانيش بيقدر يقدم بالإسبانيش، يعني باللغة الأم. إذا 55 ومع 15 سنة جرين كارد، إذا 50 سنة عمره فوق ال 50، 50 ويوم مثلاً، ومعه الإقامة الدائمة من 15 سنة و 20 55 و 15 و 50 و 20 سنة. يا ثانك يو، شلون رجعناها شوية مع بعض عشان هيك على الأسماء. هلا مين اللي بينعفى؟ اللي معه تقرير طبي. اوكي، مشاكل يعني طبية مثل في، يعني مثلا في عالم انه عنده مثل الألزهايمر، هي اكيد اذا كان الوضع صعب اكيد هاي بيقدم تقرير طبي. طبعا رغم كل شيء ما بيعفيه من عدم الحضور وقت الفحص، لازم لازم يكون الأوفيسر، لازم يشوفه، لازم انه يتاكد انه هلا. طبعا نحن وقت اللي بنبعث المعامله
نطلب يعني موعد وهيك للجنسية بنبعث مع تقرير طبي. أكيد. يعني بيكون بالإميجريشن قبل ما يعطوا الموعد بيكونوا دارسين وضعه، دارسين عارفين كل شيء، عندهم فكرة عن الموضوع حتى يشوفوا إذا هالوضع صح ولا مزودين فيه ولا. أوكي. لأن للأسف صار في أوقات تقارير ما نصح والأوفيسرز ما نون كل هالقد لا سمح الله أغبياء، يعني بيعرفوا إذا كان هالشخص مريض ولا لا عن جد، إنه ما خرج ما يقدم او ما خرج يحفظ او يعني صعب عليه الحفظ او هيك. هي خبرتهم بالشغله يعني صار عندهم يعني نظره في الناس انه مين فعلا مريض وما بقدر يقدم ومين فعلا عم بيمثل عليهم. بالضبط بالضبط، يعني اوقات بيقبلوا التقرير اوقات لا. بقى انا بنصح كل واحد بيقدر يحفظ الاسئله ويحفظ ويحاول بالفحص، بنصحه خاصه اذا كانوا تحت العمر، يعني تحت العمر يعني عم بقول انا بالتحت ال 50 يا يعني من 50 وتحت، يعني اساتوا شباب وصبايا صح 50 اقل صغار بعد صح. بعدين الاسئله كثير حلوه وممتعه يعني عن جد، معلومات عامه يعني هلا هيك يمكن ما كثير رح يكون معك ما رح ما كثير رح يكون مبسوط والله. انا لما درس لامتحان الجنسيه بجد ماما كانت تسمعني الله يرحمها، يعني هي انبسطت اكثر مني تقول لي واه والله ما كنت اعرف، واه والله يعني انه عم تقول لي السؤال بقول لها الجواب ورجعتها هيك بهالطريقه. شوف عن جد انه في اوفيسرز عن جد، يعني انا في عندي واحد اتصل فيي من هذيك الجمعه للأسف إنه ما ربح بالفحص، ما نجح فحص الجنسية، بس قال لي هلأ أكيد بيشوفني كمان بيتابعني من متابعيني، قال لي جورجينا إذا بقول لك إنه أنا بعتبر حالي إن نجحت والله العظيم ماني زعلان أبدا. قلت له ليش؟ قال لي من كتر ما الأوفيسر كانت طيوبي معي شيء ما معقول، وقال لي أنا ما بعرف أحكي إنجليزي، تقول له لا انت بتعرف تحكي انجليزي انا عم بفهم عليك إيه؟ انا ما بدي انك تحكي كواحد امريكي، المهم انا عم بفهم عليك. يعني في اوفيسرز عن جد بيريحوا، وانا بنصح كل واحد بده يقدم على جنسيه وقت اللي بتدخل اطلب من الاوفيسر يساعدك انه بليز ارجع عدل السؤال، بليز احكي معي شوي شوي حتى افهمك. في كثير اوفيسرز عن جد بيتساعدوا معي اغلبيتهم اعتقد، يعني اللي القصص اللي سمعتها من الناس واللي احنا مرينا فيها يعني كانوا كثير لطيفين الصراحه. هلا في منهم شوي هيك قاسيين بس انه الاغلبيه لا، وانتم عطوهم يعني عطوهم انه بليز انه ارجع عيد، ما بيزعلوا اذا قلت له انه ارجع عيد، بالعكس انه لا انت مهتم تنجح، انت مهتم تفهم ايش عم بقول لك، ما بيزعلوا. في عالم بتخاف انه لا ما فهمت خلص بضل ساكت، لا انت حاول تاخذ وتعطي مع الاوفيسرز، الاوفيسرز حبوبين يعني اكيد انهم برضه تريند يعني انه يساعدوا الناس، وان شاء الله انه تكون هذا هو الهدف ان شاء الله يا رب كل العالم تجي هيك اوفيسرز طيبين عن جد بحاولوا يساعدوا قد ما فيهم. برضه درسوا الامتحان ما بإذن والله، حلوين الأسئلة معلومات عامة يعني حلو برضو الواحد البلد اللي حقرر إنه ياخد جنسيتها ويعيش فيها يكون عارف شوي عن تاريخها برضو. وما تبصموا بصم، نصيحة للفحص الجنسية أكيد. ما تبصموا السؤال بصم، لأن كمان أنا بحكي كل نصايحي وهيك من اللي بيتواصلوا معي، يعني أنا ما عم بحكي بالقانون، أنا بحكي اللي بيتواصلوا معي شو عم بيصير بقلب المحادثة مع الأوفيسر وهيك. يعني هذيك الجمعة واحدة انفحصت ونجحت الحمد لله، أنا مقدمت لها، قال الأوفيسر علناً قال بصراحة نحن الـ have you ever، هدول الأسئلة ولا سؤال سألها have you ever، كلهم سأل إياهم بغير صيغة وعرفت تجاوب، برافو عليا يعني كانت دارسه ومجهزه حالها. انا دارسه فاهمه مش دارسه حافظه بالضبط. قال له هذا هو هدفنا انه تفهموا السؤال، انت انتبهت انه انا ما سالتك ولا سؤال هاف يو ايفر لانه عارفان بدك تقولي لي لا 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 نو انا سالتك اياه بغير طريقه لشوف اذا فهماني، هذا هو هدفنا تفهموا الاسئله. بقى بنصحكم ما حدا يحفظ اسئله بصم، افهموا كل كلمه صعبه افهموها، يمكن اذا فهمتوا الكلمه الصعبه تفهموا شو هو السؤال. أكيد. يعني حتى اذا غير لكم صيغه تعرفوا انه هذا عم بيحكي على هيك، تعرفوا تجاوبوا. بقى بليز ما حدا يبصم الاسئله بصم، لان عم بيحاولوا يوقعوا كثير، ومو يوقعوا لانه حقهم هن بدهم عالم عم تفهم شو عم تحكي. يعني هم سيلكتيف شوي انه اكثر، انه بدهم كمان الناس اللي بتستحق الجنسيه هي فعلا اللي بذلت شوي مجهود انها تثبت انها حتكون جود ريزيدنت برضه. وفي عالم انه عنده اعتقاد انا اذا بدي اروح اقدم الجنسيه لكن لازم اكون بحكي الانجليزي مثل حي الله امريكي، نو يعني انا عم بتفاجئ وقت عم بيقولوا لي انه الاوفيسرز بيقولوا لهم انه لا انت عم تحكي منيح، انا عم بفهم عليك، المهم انا افهم عليك، المهم عم يدققوا على الحرف انه ايش عم تحكي. صحيح. انت هي هذه كمان يعني من الاشياء انه الناس عم تلجا تسال ناس
مش عم تسأل أخصائيين. ونحن هذا كمان اللي منشجع عليه إنه بليز اللي عنده سؤال خاصة في أمور الهجرة لأنها كتير معقدة وممكن يعني تضيع الواحد سنين انتظار سنين تعب مجرد فهمه لشغلة غلط. يعني فالأفضل إنه دائما يلجأ للمختصين في هذا الموضوع. واللي عنده كمان عنده أي معلومة أو هيك شيء صارت معه يعني يا ريت يخبرني كمان حتى فيد غيره حرام. أكيد طبعا يعني نحن نستفيد من هاي القصص ولكن بالنهاية نرجع للخبير حتى نتأكد من صحة هي نلجأ للخبراء بالقوانين. يعني بس الإكسبرينس هاي مع الموظفين دائرة الهجرة أكيد إنه حلو الواحد برضو يسمعها من يعني أنا مرة نزلت بوست عندي بالصفحة هيك إنه يا جماعة اللي انفحصتوا جنسية بليز اكتبوا لنا شو هي الأسئلة. أول واحد بعد ما يخلص بيكون نسي من فرحته بالله برفعت العلم والله يعني بس يعني حرام اللي بدهم يقدموا صاروا يتابعوا هذا البوست اكثر مني انا شفتي كيف يعني ممتع اكيد ما تبخلوا اذا عندكم تجربه ما تبخلوا احدا بتكون عم تعملوا معروف معه ببلاش حرام ما عم تخسروا شيء انا بحب مساعدة كثير اكيد بحب اكيد طبعا وانت مشكوره على هيك اكيد جورجينا حبيبتي يعني انا من الاشياء المؤسفه جدا اللي بسمعها انه بيكون الواحد مثلا عم بيستنى بمعاملاته بيستنى بوراقه ضيع ورقه او ما وصلته ورقه من هون اجى انه الاميجريشن عم بتقول بعت لك الورقه الفلانيه ما جانا خبر عليها قد ايه مهم احنا هون امريكا بننقل تقريبا من بيت لبيت كل من بطوطة. كل شوي رايت ومن من منطقه لمنطقه كل شوي قد ايه مهم انه الواحد خاصه اللي عنده معاملات بدائره الهجره قد ايه مهم كيب ات اب تو ديت يضله العنوان المضبوط اللي هلا ساكن انت فيه وقد ايه بتضيع عليه سنين وعمر وفلوس كمان اذا بقول لك رانيا يمكن اهميه تغيير العنوان إذا ما بدي أقول لك نفس أهمية المعاملة يمكن أكثر شوي من الـ من الـ يعني كتير 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 مهم تغيير العنوان مثل ما قلت أنت هون عنا حسب كل واحد وين شغله بيصير بينتقل بينتقل متعودين على بلادنا أنه لا هذا العنوان أو ما في داعي للعنوان أصلا أو يا ثابت جنب الشجرة ما بيجي عبالنا أو هيك عن جد بالسيارة الحمراء بقى ما بيجي على باله انه لازم يغيره هلا هون بامريكا في لازم اي ايمت ما انتقلت عندك معاملات بالاميجريشن ولا لا طبعا هون في عنوان محلين لازم يتغير العنوان اجباري اول ما بتنتقل او اول 10 ايام او قبل كمان ب 10 ايام تخبر البوست اوفيس البريد العادي والاميجريشن كمان تخبر إذا عندك معاملات لأن هدول الاثنين لازم إجباري تخبرهم حتى ما يضيع عليك شيء بالبريد أمريكا كتير بتستعمل البريد كل شيء بريد هون كل شيء بريد ما بيستعملوا تليفونات ما بيستعملوا كله بريد بقى ياما عالم مروحة دور له 10 سنين بسبب انه غير انتقلوا على غير محل ما قبلوا مثل ما قلتي ما استقبلوا الورقه ما شافوا الورقه طبعا الاميجريشن وقت بتطلب منك اي ورقه زياده بيكون في لها مده محدده خلال 90 يوم خلال 60 يوم حسب المده اللي حاطين لك اياها اذا قطعت هالمده وما بعثت لهم شيء صار الحق عليك انت للاسف بضيع الدور حتى اذا قالوا 10 سنين حتى ما في انه نقدم استرحام نقدم نو هلا في شغلة تانية يعني حابة برضو استفسر منك عليها هلا في كثير ناس بتعمل الفورورد للميل تبعهم انا بعرف انه مثلا سكول ديستريكت داز نوت فورورد الميل يعني اذا انت ناقل وما مبلغهم والبوست اوفيس عامل فورورد الميل البريد برجع للديستريكت اذا الاميجريشن نفس الشيء بيعملوا فورورد ولا بترجع اذا الشخص مش ساكن بهذا البيت لا بترجع لان الاميجريشن ما بتبعت مرتين لانه سؤالي سببه انه في كثير ناس بتركن بتقول لك ما انا عملت فورورد يعني وانا سمعتها يعني من قصص من ناس مقربين لي انا عملت فورورد خلاص مع البوست اوفيس لا هو بيعمل لي فورورد اوتوماتيك عمي الدوائر الحكوميه المدارس ما بتعمل فورورد لا لان غيار العنوان بالاميجريشن في على الصفحه الرئيسيه بتقدروا بتدخلوا وبتغيروا عنوانكم بالاميجريشن صفحه الاميجريشن الرئيسيه يعني ما دخلهم بالبوست اوفيس هن بيبعتوا لك اجاك ما اجاك هن خلاص وما بيبعتوا مرتين بيبعتوا مره واحده اذا في مده محدده خلاص انت هاد بقى انت لازم مشان هيك انا قلت وان في عندكم تغيير العنوان محلين بالبوست اوفيس بالبريد وبالاميجريشن بليز على صفحه الاميجريشن الرئيسيه في تغيير العنوان كثير مهم كثير كثير جدا مهم جورجينا انا بعرف انه انت ما شاء الله عليك زي النحله ما بتهدي من الاشياء اللي عرفت عنها جورجينا انه مكتبها is the good luck for lottery صح
وانا بعرف كثير في ناس قدمت اللوتري للجنسيه عن طريقك، وما شاء الله عليكي من يمكن من اكثر المكاتب اللي فعلا حصلوا على الجنسيه عن طريقك. فاعطي الناس شويه معلومات، لانه برضه اللوتري مفهوم شوي غلط. يعني في ناس بتفكر انه بتقدمي once every two years، في ناس بتفكر انه فيك تو لسه تقدمي لللوتري. فيعني شوي اعطينا معلومات او المعلومات الصحيحه الثابته، how to get it, how to get to the lottery. اوكي شكرا لانه سلطت الضوء على اللوتري، لانه حبيبه قلبي اللوتري طبعا كانت هي مثل ما دائما بقول لهم هي نافذه للعالم. الحمد لله كانت لكل البلاد العربية. You're a good luck يعني عشان هيك الحمد لله. بشكر الله عن جد وبشكر محبة العالم وثقتهم فيي. بالنسبة للوتري العادية عم بحكي، راح أخذ بس من وقت اللوتري لغير اللوتري أحكي فيه. هاد صار هداك الشهر اللوتري فيزة العمل ال H1B صار في عليا كتير مشاكل. أنا ما قدمت ولا طلب لأن ولا واحد مؤهل لهيك فيزا، ما رايحين يعطوا. للأسف في مكاتب استخدمت هاي إنه هاي اللوتري، بما إنه جورجينا نجحت باللوتري العادي بركب هاي اللوتري نحن بتزبط معنا، بس للأسف ما أعطوا معلومات صح وخلوا كل العالم تقدم بس جيب كفيل. يعني أنا العالم اللي تواصلت معي يوم تاع عن جد، يعني هن عملوا الدعاية الكذب وأنا طلعت براسي لأن كل العالم تواصلت معي. جورجينا هالحكي صح؟ لأن الحمد لله ثقتهم عن جد كتير بقدرها وما بزعل وقت بيسألوني. الناس اللي بتسأل طبعاً كتير بنبسط وقت بيسألوني لأنه هاي ثقة فيي، لأنه بيقولوا لي إنه إذا أنت قلت هيك. للأسف ما عطونا المعلومات صح. بس كفيل بأمريكا قايلين لهم بس كفيل معه جنسية معه إقامة ما مشكل. هالحكي ما نصح. فيزة العمل الـ H1B بدها جامعات، شهادة جامعة وأكثر ماجستير أو أكثر من هيك شهادات جامعية مع عقد عمل بأمريكا حتى تقدر تقدم على فيزة عمل الـ H1B، أو مهن ما في منها بأمريكا، قليل كتير تكون موجودة بأمريكا. يعني أنا بصراحة أغلبية 100% أظن من اللي حكوا معي على أساس أنه لكريستور وكاشير، لكريستور وبوكس بوي، ما بيصير هالحكي. حرام تستقلوا بعقل العالم وتستغلوا وضعهم حتى تخلوني أدمن لتربحوا كم فرانك أو تربحوا شعبية أو تربحوا كم لايك. والحكي ما نصح، لأنه جيت أنا لأن من كتر ما كتير عالم يعني عم تاخد من وقت اللي بقدموا عندي معاملات. يعني أنا مو بخل بوقتي لا، بس أنه كتير كترة الأسئلة. نزلت بوست يعني في واحدة تصورش قد مستخفة بعقل العالم، كاتبت لهم أنه هي بنهار واحد قدمت 400 طلب. يعني أنا قلت له 400 طلب منيح أنه ما بعتوا لي مين هي، بس بعتوا لي اللي مسجلته كاتبته بوست. قلت له 400 طلب بنهار واحد، يعني ما بدنا نقول وقت مكتب 8 ساعات، خلينا نقول 24 ساعة. إذا بس بدك تمسك المعاملة تقرأ شو اسم الشخص وأي شخص بده يستلمه هون وتكبه بالزبالة ما تحطه بالسيستم، مستحيل تلحق 400 طلب. يعني تصور على استخفاف بعقل العالم. يعني في مثل عنا بيقول مجنون بيحكي وعقل يسمع، برضه الواحد شوية يعني بليز انتبهوا على كل كلمة عم تنحكى عم تنكتب. يعني أنا هلا بس حكيت على الفيزة العمل لأن هي اللوتري هاي على فكرة مانا جديدة، هي اللوتري من يوم يومها موجودة، بس لأنه صعبة يعني بدها شهادات جامعية وأعلى مستوى ومع عقد عمل. يعني في كتير عالم تواصلوا معي مثلا انه ايه انا محامي بسوريا مثلا، ايه طيب المحاماه هون بامريكا غير، ما بتقدر تاخذ عقد عمل هون، ما بقدر اقدم لك، بعتذر ليله ولايه مختلفه يعني. بس انا معي شهاده جامعيه بس ما بتقدر تامن عقد عمل، وعقد العمل انا ما بامن لحد عقد عمل، لازم هو اللي اقدمه. بقى مشان هيك انه لازم يكون في مصداقيه بالحكي. يا جماعه انتبهوا، يعني ما بعرف انا تعبتوا انا احكي ونبهكم وانصحكم، بحكي معكم كمان باكثر من هيك، بس منجي ما بدي اخذ من وقت اللوتري. لا يعني هو لانه كثير مهم الموضوع كثير الناس بتعرف سكام يعني طبعا احنا جورجينا انفعلت شوي لانه من خوفها وحبها لكم. لا لان ما بدي حدا يزعل من اللي عرض علي اني اقدم له وما قدمت له، اعتذرت منه لانه ما انه مؤهل
وانا ما بدي بس مشان انت لعنك صادقه يعني فيك تقولي له اوكي وتاخذي فلوسه بس ارتفض يعني بالزبط. ببساطه او ما ضبطت انا مشان هيك بس حبيت وجه الضوء مثل ما بقولوا على مشان اللي قصدوني وقلت لهم بعتذر منكم انا ما بقدم اذا ما كنتوا انتم مؤهلين للفيزا ما بقدم لكم بقى بس مشان هيك توضيح طبعا احنا بنشكرك اكيد على صراحتك وصدقك وامانتك لانه هذا واجبي الشغل بالضبط هو الشغل الصادق هي امانه وهو واجب yeah. ونحن دائما بنقول نحن وي ار بيتر توجذر نساعد بعض مش نضحك بعض بالضبط بالضبط طبعا جورجينا عالم الهجره عالم مثل ما بلشنا في البدايه قلنا هو بحر واسع جدا يعني بدنا 4-5-10 حلقات منه نغطيه كامل بس نحن حبينا يعني نحكي اليوم بشكل عام واكيد حيكون لنا لقاءات ثانيه وبنتشرف فيك على طول اللي عنده اي سؤال رجع نتواصل معنا احنا بنلجا لجورجينا واكيد حنستضيفها مره ثانيه بمواضيع مختلفه واكثر عمق بشكرك كثير كثير على وقتك اليوم اخر شيء يعني تحبي تختمي بس ايش النصائح اللي بتعطيها للناس بشكل عام عن دائره الهجره والهجره والمعاملات و لك المايك تفضل اوكي انا بس بدي ارجع لكلمه اللوتري لان ما حكينا عن اللوتري اللي العالم منتظرته تسجل عندي 100 اهلا وسهلا بالجميع هذا اللوتري مثل ما قلت توان في كثير عالم عندهم افكار ما نصح انه في عالم بتفكر كل السنه تسجيل لا شهر واحد بالسنه انا الان من الشهر ال 11 وقت خلصنا تسجيل لحد الان كل يوم بيجينا حدا انه بليز بدي اسجل عندك باللوتري قل له ما في تسجيل ما انتبهوا لهالشيء اللوتري اللي انا عم سجله هاد لوتري لاي حدا معه شهاده بكالوريا او اكثر طبعا او عنده مهنه محدده طبعا فيها شهاده المهنه فيها شهاده بيقدر بيقدم هاي الشهر العاشر اغلب الاوقات بتكون الشهر العاشر بينفتح التسجيل بيعطونا شهر واحد بالسنه منسجل فيه خلال هالشهر أنا الحمد لله كل سنة عم زود عدد المساعدين حتى ما نخجل حدا وما نقول لحدا ما عاد نقدر سكرنا عم حاول قبل بوقت خبر متابعيني اللي بحب يسجل عم هذيك السنة أخذت معلوماتهم قبل ما يفتح التسجيل حتى كله نزلناه عنا بالسيستم يكون جاهز بس للتقديم وقت اللي يفتح الهاي يعني هو شهر واحد بالسنة أغلب الأوقات بيكون أول الشهر العاشر طبعا بيختلف هي أول جمعة بالشهر العاشر بيختلف عاد النهار اثنين الشهر ثلاث الشهر بيضل شهر كامل هذا هو اللوتري اهلا وسهلا باي شخص بصدقني جود لك جورجينا شي از جود لك الحمد لله يعني. كثير عالم ربحوا عني وعم نستنى هلا قدمنا الفيز للفيز اذا الله راد عم نستنى المقابلات وفي فيزا طلعت الحمد لله كتر خير الله بتمنى التوفيق للجميع برجع النصايح قلت لي انه اقدم نصايح بليز اهم نصايح عندي انكم تضلوا واعيين في عنا مثل بسوريا بقول انه الغريق بيتعلق بالشاية للأسف للأسف انتو عم تخلوا الشاية تغرقكم تقضى عليكم والمكاتب اللي ما بيحكم ما عندهم مصداقية هون عم بيستغلوا انتو وضعكم ولهفتكم للسفر وعم بيعطوكم معلومات ما نصح بليز ارجعوا للمصدر حاولوا تتواصلوا مع اللي نزل البوست شو هو رأيه كيف عم بيحكي معك من وين جبت هذا الحكي يعني ادخلوا اي شيء بتسمعوا يعني انا رانيا نحن لانه انا عندي مكتبة كمان بناخذ معاملات سبانش بقى كمان عندي مكاتب اميجريشن بالسبانش يعني وقت عربنا بيتواصلوا مع جورجينا هالحكي صح بقول يا الله ما انه صح بدخل على الاميجريشن على صفحه الاميجريشن ما في انا ما نسمعاني طبعا بقول بصير لاني مشغوله مثلا طلع هالخبر وما لي خبر بدخل على صفحه الاميجريشن طبعا هي لانه المصدر الرئيسي لك اي خبر هي اللي بدها تقول مو اللي قاعد ببيته عم بشرب متي او قهوه او شاي بيطالع قانون من عنده وبينتشر بين هالعالم او الجروبات انتبهوا من الجروبات اللي على الفيسبوك كلياتكم قاعدين مشان تقطعوا وقت على الفيسبوك مع هالجروبات هاي في جروبات للاسف ما بتكون صادقه معكم عم بتعمل شهره لمكاتب على حساب حرق اعصابكم للاسف انتبهوا لأي كلمة بتنزل يعني 400 طلب بنهار واحد لازم أنتوا لحالكم تشوفوا هالحكي ما نصح هالحكي غلط مثلا لا هي قالت أنه كفيل مع حي الله حدا يجي من هنيك بتعرفوا أنه كل البلاد العربية ما بدي أقول سوريا والأردن ولبنان بيصيروا هون لأنه ما في واحد هنيك ما قالوا حدا هون كفيل صحيح. هالحكي مستحيل يكون صح بليز شغلوا عقلكم يعني برجع بقلكم ما تخلوا هالأشياء تغرقكم وهني للأسف
عم بيستغلوا وضعهم يا حرام. طبعا يعني, يعني ما في واحد بالبلاد العربية إلا وقت اللي بيحكي معي بيحرق القلب عن جد إنه وضعه وبدي أطلع بأي طريقة والله يخليك. هذا اللي عم بيخلي هيك عالم تستغل الوضع. هي الحاجة للأسف يعني. بقى بليز ارجعوا لصفحات الرئيسية, هي صفحة الإميجريشن, ادخلوا على أكثر من لأنه أنا بشوف ما شاء الله متابعيني عندهم ما مخليين مكتب إلا متواصلين معه وشي طبيعي مو غلط. شوفوا غير مكاتب نزلين نفس الخبر, بس أنا أظن هدول الأكثر شيء من الجروبات عم تجي, الجروب الفيسبوك يعني الجروب الفلاني والجروب الفلاني. يعني هم استغلوا حاجة الناس والظروف اللي الدنيا كلها تقريبا عم بتمر فيها يعني, وحاجتهم مثل ما قلتي غريب بتعلق بس بدل ما يساعدوهم حرام عم ينصبوا عليهم. يعني ما بصير هالحكي يعطوهم. بعدين شوفي رانيا بدي أقول لك شيء, هالمرة بصير يكون أوكي غشوا كم واحد قدموا عندهم معاملات وقت بدهم يشوفوا هالشخص إنه حكيهم ما نو صح, رح يضيعوا المصداقية ورح يخسروا كتير. هو أكيد طبعا يعني, بس بالنهاية إحنا بهمنا الشخص العادي يعني, هو هذا اللي فعلا هو بيكون أكبر خاسر يعني للأسف الشديد. جورجينا مشكورة جدا حبيبتي يعني عن جد, أنا أيري أبريشيه يو, أنت من أصدقائي المقربين جدا وأنا بعتز فيكي وفخورين جدا كجالية عربية بوجود شخصية لذيذة محترمة أمينة بشغلها وبعملها وصادقة مثل جورجينا. حبيبتي شكرا كثير عن جد رانيا, شكرا لك, شكرا لفريق البرنامج عن جد كثير ارتحت بمعامل معكم, طيبين حسيت كأنه بين أهلي وناسي عن جد. شكرا كثير لدعوتكم ولوقتكم وللكلام الحلو اللي قلتي عني, شكرا كثير عن جد. وميت أهلا وسهلا بأي شخص بيقصدني من عيوني بخدمه باللي بقدر عليه. شكرا كثير, تشرفنا فيكي جورجينا. خليكم معنا, فاصل ونعود. دارك عزمك يزورني وما بيرحمك يا حبيبي, حبك حيرني حيرني يا حبك, دارك عزمك يزورني وما بيرحمك حبيبي, وانا غيرك عالبال انت يا بطل, وانا حالي حال قلبي ناطر يا حبيبي وانا غيرك عالبال, وانت يا بطل وانا حالي حال, وانت يا بطل وانا حالي حال, وانت يا بطل وانا حالي قلبي ناطر يا حبيبي وانا غيرك عالبال, العذاب يا حبيبي شو بيعمل بالعقل, العذاب يا حبيبي شو بيعمل بالعقل, والفراق صعب وقاسي على قلبي اللي انفراق, قلبه بيدوب يدوب وما بيدوب, قلبه بيدوب يدوب وما بيدوب, العذاب يا حبيبي شو بيعمل بالعاشق. آه آه
هيدي هي أحلى خبرية. A venue of choice for those seeking a beautiful venue to celebrate their special event. Welcome to Samara. We specialize in weddings, quinceañeras, engagement, corporate events, and much more. Our friendly and professional staff will proudly serve your every occasion. Our banquet hall can fit up to 275 guests. It is elegant and spacious. In our beautiful patio, we can host cocktail hours, small ceremonies, and much more. اهلا وسهلا فيكم عن جديد، وهلا لنا لقاء جدا ممتع مع فنان انا شخصيا بحبه وبعتز فيه. معنا الفنان السوري الرائع كليم خليل ياكي. تسلمي لي يا رب رانيا، ثانك يو على الدعوه الحلوه، وانا كثير مبسوط بهالانترفيو معك، ومبسوط اكثر انه تعرفت عليكي شخصي هيك، وان شاء الله يا رب هيك بتكون حلقه خفيفه الظل على كل المستمعين. طبعا بوجودك خليل ياكي يا رب فيك. تسلمي. طبعا انت مشكور على مجهودك، جايينا من بنسلفانيا للوس انجلوس تسجل معنا، اكيد احنا بنحترم هذا الشيء وبنقدره كثير. ان شاء الله حنقضي وقت كثير حلو. الله يخليك يا رب. وطبعا حنسمع اغاني غير اللي سمعناها، حنسمع أكيد. كمان اكثر واكثر نسمع الصوت الرائع من ابن سوريا العظيم. تسلمي لي يا رب. خليلي ياكي كريم، يعني نحن اصحاب وبنعرف بعض منيح بتاع السوشيال ميديا طبعا واول مره بنتعرف على بعض وش بوش، ولكن تبادلنا كثير من طبعًا المعلومات طبعًا. حابين كمان نعرف جميع جمهورنا وحبايبك على وحبايبنا طبعا على كليم عيسى، فانا بحب يعني نعرف الماضي، كيف بلش كليم، امتى بلش، قدي كان عمره لما بلش غنى، مين اول واحد قال لك انه يا كليم والله صوتك كثير حلو؟ والله انا بحكيها دائما، انا بلشت بالجامعه وبلشت بالمدرسه، بلشت بمرحله الطفوله كانت بشغله اعداد بالبيت واعداد مع رفقاتي، اعداد عائليه وبالمدرسه، ووقت اللي صرنا بالشبيبي والجامعه كثير شجعوني رفقاتي انه كليم صوتك حلو، ليش دافن هالموهبه مثلا، فيك تعملها، فيك تطورها، فيك تخليها تشتغل اكثر واكثر، وساعدوني كثير يعني بسوريا، والحمد لله اشتغلنا شغل حلو وانطلقنا انطلاقه سريعه، لانه كانوا فعلا حتى بسوريا بيفتقدوا لشيء اسمه وش جديد او صوت جديد. اكيد طبعا، واكيد كانوا مبسوطين. الحمد لله نشكر يعني الله. احلى وش واحلى وش جديد على ينزل على الساحه الفنيه. خليل ياكي كليم، درست الفن ولا اجت معك هوايه؟ والله انا لا، والله انا درست حقوق بجامعه البعث بحمص، وهي هواي هواية تنمت مع الأيام، لأنه بتعرفي مجال الحقوق بلشت الأحداث بسوريا، ما قدرنا نشتغل بمجال الحقوق كتير، من الهواية تطورت لشغل، صرت أشتغل وأعمل مصاري منها والحمد لله كانت موفق كتير فيها. حبيت الموضوع. طبعاً طبعاً. بس أي هواية لو الواحد ما يعني درس عليها أو اشتغل عليها صح كبرها صح وطورها صح. أكيد لازم. تقولي شو كليم عملت منه يستمر؟ بصراحة أنا بعد ما صار عندي حفلات كتير بسوريا صار بدي اشتغل على موضوع تطوير الاغاني، يعني بتعرفي ما كنا بالريف نحن بضيعه بنغني لون واحد هو لون العتابه والميجنه، بقى صار بدنا نشتغل على موضوع تطوير اغاني اكثر، يعني تغني خليجي، تغني اي غنية تنطلب معك منك بالحفلات، وبنفس الوقت انت عم تشوفي بالحفلات بسوريا 800 900 شخص بالعرس او كذا، بدك تحاولي دائما ترضيهم كلهم طبعاً. وش جديد بدهم يسمعوا، صوت جديد كذا طبعا هيكشن. اكيد لقيت تقبل من جمهورك يعني الحمد لله نشكر الله، مش من الاغاني اللي متعودين عليها، يعني لما دخلينهم شيء خليجي هل لقيت انه في اقبال على هذا النوع من الاغاني؟ بسوريا صعب شوي انك تغني هاللون هذا لانه مو كثير بنطلب منك. أوكي. نحن ميالين اكثر شيء بسوريا للاغاني الحلبيه الطربيه طبعاً. اغاني الشعبيه العتابه الميجنه اغاني وديع الصافي، هاي الاغاني الخليجيه له اهله مع احترام كثير للون الخليجي. أكيد. انا مدرسه بحد ذاته رائعه جدا وفن طبعاً. راقي كثير بس بسوريا في لون معين ونمط معين ماشيين عليه، جينا لهون على امريكا بالضبط توسعت اكثر، بس هون لانه الجاليه العربيه من كل البلدان طبعا يعني هون بتفوتي على الحفله او على البرنامج او اي حفله بتلاقي مغربي عراقي طبعاً. مصري كل الدول العربيه تحيه لانهم موجودين، بدك تحاولي تغني الكل مع انه صعبه لإلي كانت لسه يعني كنت عم اسالك انه كمان اللي متعود على لهجه معينه يجي يغني صعب بلهجه مختلفه صعب لانه اول مره صعبة. بصراحه أكيد. يعني انا وقت اللي عم غني مصري اول مره بغني مصري، بسوريا بالاعراس ما بنغني مصري كل العالم تعرف،
مغربي خليجي جزائري، ممكن اغاني تزبط علينا ما تزبط كمان، هي فيها في. طب انت هلا جربت باللايف يعني بالحفلاتك، ولا كنت تجرب مثلا بالبيت نقول او تدرب؟ لا بالبيت طبعا اكيد بالبيت. أوكي. يعني ما فيني بالحفله اعمل بروفا. كنت بالبيت غنيه وبنجي على الحفله نطبقها تطبيق بسيط قبل قبل الزفاف او قبل تتدرب عليها تعملوا البروفا. طبعا كتير كتير منيح. خليلي يا كليم، انت بعرف انه مجوز وعندك بيبي. انا متجوز وعندي متجوز من ضيعة الجوانيات، ضيعة من حدنا اسمها زار ابراهيم، بوجه لها تحية كمان كتير كبيرة. إيه زوجتي الغالية وابني ليان، الله يخلي اولاد الجميع، كمان بوجه لهم تحية من هون. إيه من تحية لهم للعائلة الكريمة. الله يخليك يا رب. ان شاء الله ما بيكونوا معك. تسلمي يا رب. الله يخليك. انا شفت صورة للبيبي. خليلي ما شاء الله يا رب. اشي يعني الله يحفظهم ويخلي لك اياهم. تسلمي يا رب. عائلة كتير حلوة. الله يخليك يا رب. كليم حنكمل حديثنا الشيق وناخذ معلومات منك اكثر. خلينا ناخذ فاصل صغير. فاصل ونعود. Venue of choice for those seeking a beautiful venue to celebrate their special event. Welcome to Samara. We specialize in weddings, quinceañeras, engagement, corporate events, and much more. Our friendly and professional staff will proudly serve your every occasion. Our banquet hall can fit up to 275 guests. It is elegant and spacious. In our beautiful patio, we can host cocktail hours, small ceremonies, and much more. اهلا وسهلا فيكم ونكمل حديثنا الشيق والممتع مع الفنان كليم عيسى. كليم، السؤال اللي بحب اساله لجميع الفنانين اللي شرفونا بحضورهم معنا، الكورونا والسنه اللي مرقت كانت سنه جدا صعبه على الجميع. صح. قولي شو اخذت منك وشو اعطتك. والله الكورونا كانت سنه سيئه، بعد لهلا سيئه لانه لسه ما انتهت وما خلصت. صح. بس كانت سيئه طبعا، خسرنا شويه حفلات وشويه أعراس كان مفروض نعملهم بهديك السنة، تأجلوا والتغوا. برجع بقول المردود المادي اللي كنا ناويين نعمله تأجل كليا. أخذت أشخاص من حبهم طبعا، لأنه ما وفرت كبير وصغير غني وفقير، أخذت الكل. وأخذت شخص كتير عزيز علي مرض وتوفى خطيبة الكورونا، تأثرنا فيها كلنا. كنا أخذينها أول شيء بداية إنه مزحة كورونا وتنتهي تماما بعد فترة مؤقتة وكذا، بس استمرت. وهي بس نشكر الله، أنا عندي شغلي الخاص عوض لي شوي على موضوع الحفلات وموضوع السهر والمردود المادي كله. كلياتنا شعرنا بقيمة العيلة وحسينا أنه قربتنا من بعض. أكيد. أول شيء عشان الحذر يعني مضطرين أنه نقعد في البيت وشنا بوشة بعض. أكيد. بس كمان يعني الانسان بشكل عام ماخذ هالحياه فور جرانتد، يعني ماخذها هيك. صح. حسينا بقيمه الدقيقه الثانيه، قديش صار الوقت له قيمه. طبعًا. قديش قعدتك مع مرتك مع البيبي، قد ايه لها قيمه؟ هي القعده مع مرتي كثير حلوه، بس يعني بدي اقول لك شغلي، احيانا بيصيب الواحد قعده البيت لا تفكري قعده لكل العالم بتحبها. طبعا اكتئاب. اكتئاب لانه انت كنا نطلع الحفلات نفضي شحناتنا بالحفلات. نغير جو، نفضي جواتنا بالحفله. يعني الحفله مو بس اني امسك ميكروفون وغني. احساس بدك طبعًا. تطلعي تفرغي كل شيء بقلبك به. يعني حصر بالبيت كليا. صار في هيك مثل موضوع ضيق اخلاق كثير كبيره، وخصوصا نحن من نوع انا بحب اطلع وفوت انا وزوجتي الاجتماعيين كمان. تماما. هاي اثرنا منها كليا. تعرفي مريت فتره ممنوع حدا يجي، ممنوع حدا يطلع، هاي كمان ضرتنا كثير. يعني أكيد. بس بشكل عام الحمد لله عايشين عيشه مبسوطه وهنيه، وبتمنى الله يوفق كل العالم وكل الناس. وانا مرتي كمان لعبت دور كتير كبير بهون بهالبلد، يعني كان لها الفضل الكبير لمساعدتي ولوجودي هون والوقفة حدي. دائما المرأة بس توقف حد الرجال فعلا بيعطي شيء حلو. مثل ما قلنا للفنان سالم بالحلقة الماضية، وراء كل رجل عظيم اكيد امرأة. امرأة اكيد. الله يخليكم اياهم ويضلوا داعمين ومشجعين وتستمروا بالنجاحات والاستمرارية. كلمة، شو مخططاتك للمستقبل؟ والله انا لقلك شغلي، ب 2019 قررنا نعمل غنية شيء خاص فيه انا. شيء خاص يعني خلص هالمرة قلت بدي اعمل شيء خاص وغنية ان شاء الله تكون حلوة.
تعاملت مع ملحين وكتاب وبلبنان وعساس ننزل نصورها ونحط صوت عليها, بلشت الكورونا. يعني شوفي قد الحظ هيك ما كان ضمن. هلأ بالصيف نفس الغنية التحضير لإلها, بس إن شاء الله مثل تفتح المطارات ونقدر ننزل نشوف أهلي أول شيء وأعمل الغنية. طبعاً يعني أهلي بسوريا كمان بوجه لهم تحية. طبعاً تحية لجميع أهل كليم عيسى. الله يخليك يا رب. على يعني يا رب. يا رب. فنان رائع وراقي وبرفع رأس. تسلمي صراحة. هذا من ذوقك يا ستراني, خليك يا رب. أهلا وسهلا فيك كليم, جداً أنا تشرفت فيك. الله يخليك يا رب. كثير فيك. تسلمي. ومشكور جداً على الأغاني الرائعة اللي سمعناها واللي رح نسمعها. الله يخليك يا رب. أكيد هلا رح نسمع أغنية منك. في كلمة أخيرة بتحب توجهها لكل المتابعين؟ أنا بوجه لك تحية لإليك ولكادر العمل وكل شيء عم يشتغل من وراء الكاميرات, المخرج, وإن شاء الله هيك برجع بقول نكون خفيفين الظل على المستمعين, والله هيك يديم لك الصحة يا رب وتضلوا مستمرين للأمام. يعني أنتوا نسبة المشاهدة عم تزيد أكثر وأكثر, وهذا دليل نجاح ودليل شهرة إن شاء الله. طبعا هذا بدعمكم ومجهودكم. الله يخليك معنا, مشكورة جدا على كل شيء. تسلمي. وأنا تشرفت جدا فيك. خلي ليك يا رب. كل التوفيق للمستقبل إن شاء الله بيكون أحسن من اللي راح. فاصل ونعود, ابقوا معنا. هيدي هي أحلى خبرية. اللي بحب البنت يلي الهوى ما شمها, بحب البنت يلي الهوى ما شمها, العف الطهارة بروحها وبدمها. بحب البنت يلي الهوى ما شمها, العف الطهارة بروحها وبدمها. مطل وردة خدها غير يدها, وما باسها من تمها غير امها. كنت بنت 3 سنين جبت لك لعبة صغيرة, كنت بنت 3 سنين جبت لك لعبة صغيرة. لما صرتي بالعشرين, لما صرتي بالعشرين عملتيني لعبة كبيرة, عملتيني لعبة كبيرة. كنت بنت 3 سنين جبت لك لعبة صغيرة, كنت بنت 3 سنين جبت لك لعبة صغيرة. لما صرتي بالعشرين, لما صرتي بالعشرين عملتيني لعبة كبيرة, عملتيني لعبة كبيرة. يا ماي بعد صغيري. كنت بنت 3 سنين جبت لك لعبة صغيرة, كنت بنت 3 سنين جبت لك لعبة صغيرة. لما صرتي بالعشرين, لما صارت بالعشرين عملتيني لعبة كبيرة, عملتيني لعبة كبيرة.
ياما مشيت داني قلت له شطة بطة ياما مشيت داني قلت له شطة بطة كنت تجيب الزوادي لعندي عالم حطة كنت تجيب الزوادي لعندي عالم حطة تصرخ أمك وتنادي جهلتك بعد صغيري كنت لي بنت ثلاث سنين جبت لك لعب صغيري كنت بنت ثلاث سنين جبت لك لعب صغيري لما صرتي بالعشرين لما صارت بالعشرين عملتيني لعب كبيري عملتيني لعب كبيري لك يا بداوي ويا خلخان رليني البداوي واني لا عشيرة الزين واسرح ويا القطعاني يا بتاوي ويا خلخالي رنين البتاوي واني لا عشيرة الزين واسرح ويا القطعاني واني لا عشيرة الروح واسرح ويا القطعاني ولقيتك والدنيا لي قلتي لي مخطوب يا ليل ما بعده لي انا عايز تدومي ولقيتك والدنيا لي قلت لي مخطوفة يا ليل ما بعده لي يا روح 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 رنين البداوي واني لا عشيرة الروح واسرح ويا القطعاني يا بداوي ويا خلخان رنين البداوي واني لا عشيرة الروح واسرح ويا القطعاني واني لا عشيرة الروح واسرح ويا القطعاني ولقيتك والدنيا لي قلتي لي مخطوبة يا ليل ما بعد ليل يا ناس بلومي ولي لقيتك والدنيا قلتيلي مخطوبة يا ليل ما بعد ليل يا ناعس بهدومي. في نهاية حلقتنا لليوم بنحب نشكركم على حسن المتابعة. مني رانيا محمود ومن فريق العمل المخرج وليد يونس والبرودوسر صلاح العبدالله والمايسترو معتز حتر. نشكركم جميعا. منحب أيضا نهني اللي فاز معنا بالجائزة وأيضا نذكركم أنه تعملوا لايك وشير للحلقة حتى تتأهلوا تدخلوا معنا في السحب للربح بجائزة بقيمة $100. أيضا تذكروا أن رسالتنا من القلب إلى القلب وأننا معكم وبكم سنكون ونبقى الأقوى. انتظرونا في رمضان الكريم وكل عام وأنتم بخير.